بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا نواصل مع مجال الميكانيك والطاقة في هذا دائما الوحدة الأولى، بالطبع في هذا الفيديو الثامن، التحويل الحراري والتوازن الحراري. إن شاء الله هذا راح يكون آخر فيديو بالنسبة للدروس، يعني الوحدة الأولى هذا هو آخر درس. إذا أضفنا إن شاء الله فيديوهات أخرى ستكون خاصة بحلول بعض التمارين. تابع معي هذا النشاط. قال لك املأ وعاء إلى النصف بماء وضعه على الفرن ليسخن، ثم أنزعه بعد مرور مدة زمنية. يعني نجيبه وعاء كما راك تشوف، نملأه للنصف بالماء، نوضعه فوق الفرن كي يبدأ يسخن، ومن بعد ننزعه بعد مدة زمنية ننزعه. من بعد واش نديرو؟ قال لك املأ كأسا معدنيا بالحليب البارد وضعه داخل الوعاء. نجيبو هذا الكأس المعدني، هذا نجيبوه نملأوه بالحليب البارد، ومن بعد نوضعه داخل الإناء. هنا نوضعه داخل الإناء. إذا السؤال الأول، واش قالون؟ هل الجملة المكونة من الوعاء زائد ماء زائد الكأس زائد الحليب؟ انتبه، الجملة مكونة من الوعاء زائد الماء اللي راهو الداخل زائد الكأس زائد الحليب في حالة توازن حراري. كيف ستكون إجابة تاعنا بالنسبة لهذا السؤال؟ الجملة المكونة من الوعاء الماء زائد الكأس زائد الحليب في البداية لم تكن في توازن حراري. في بداية التجربة لم تكن في توازن حراري، أي أن ليس كل هذه الأجسام تكون لها نفس درجة الحرارة. الماء كان هنا سخون والحليب هنا بارد. لماذا؟ لأن الحرارة تحتاج وقتا معينا كي تنتقل من جسم لآخر. ثانيا قال لك هل هذه الحالة، أي درجة حرارة الماء في الوعاء، أكبر من درجة حرارة الحليب في الكأس دائمة، يعني الدوم تبقى دائما هكا؟ لا، هذه الحالة ليست دائمة. لماذا؟ لأن الحرارة تنتقل عبر الأوساط، حرارة تنتقل عبر الأوساط. ثالثا كيف تصبح درجة حرارة الماء والحليب بعد مدة زمنية كافية؟ أي بعد مدة زمنية معينة تصبح الماء والحليب نفس درجة الحرارة، نفس درجة الحرارة. الحليب يسخن والماء ينقص حتى يولو كيف كيف في درجة الحرارة. نعطيكم مثال، كاين مرات يروحوا الناس يروحوا هكا البحر يدوا معاهم قرعة أي زجاجة ليموناد، يخبوها في الرمل هكا على البحر، هكا على شط البحر، يخبوها في الرمل. ومن بعد واش يديروا؟ ما يسيبوهاش، وما يحسبوها باللي تبرد، تبرد بزاف، ويا لا لا، برودة تاعها تكون كي تنحي ذيك القرعة من الرملة، باش كي تجي وقت الفطور قال روح راح جبد القرعة في الرملة في البحر جبدها بها الفطر. كي تجبدها تسيبها نفس درجة الحرارة مع درجة الماء تاع البحر كيف كيف. جربوا هذيك، تروحك واحد يروح هكا على البحر القرعة تاع الماء وشوف تاع الليموناد وشوف، تسيبها نفس الدرجة اللي يكون عليها البحر. إذا كان بارد تسيبها باردة، سخون سخونة. رابعا واش قالوا لنا؟ قال لك مثل الحصيلة الطاقوية للتركيب بين الحالتين الابتدائية والنهائية. ها هي الحصيلة الطاقوية، لاحظ هناك تحويل حراري من الماء إلى الحليب، حيث أن الطاقة الداخلية للماء، لاحظ أنها تتناقص، أي أي تتناقص، يعني حرارة تتناقص، أما الطاقة الداخلية للحليب تتزايد حتى يصبحوا متوازنين. إذن ماذا نستنتج من هذا النشاط؟ يحدث
تحويل حراري عندما تتلامس جملتان ليست لهما نفس درجة الحرارة. يحدث تحويل حراري عندما تتلامس جملتان ليست لهما نفس درجة الحرارة، يعني مثل ما صار بين الماء والحليب. تنتقل الحرارة من الجملة ذات درجة حرارة مرتفعة في طاقة واحد مثل ما هو بالنسبة للماء إلى الجملة ذات درجة حرارة منخفضة في طاقة اثنين بالنسبة للمثال اللي شفناه الحليب، حيث يتوقف هذا التحويل الحراري بين الجملتين عندما تصبح لها نفس درجة الحرارة أي ثيتا ثلاثة مثل ما كان بين الماء والحليب. الماء انخفضت درجة الحرارة تاعه والحليب زادت حتى صبحوا كيف كيف، يعني صبحت لهما نفس درجة الحرارة ثيتا ثلاثة. هنا التحويل الحراري توقف، حيث لاحظ أن ثيتا اثنين أقل من ثيتا ثلاثة أقل من ثيتا واحد، يعني ثيتا اثنين اللي هي تاع الحليب وثيتا واحد تاع الماء هذه هبطت وهذه زادت حتى ولو ثيتا ثلاثة اللي هي في الوسط أي عند ما حبس التحويل. نقول حينئذ أن الجملتين في حالة ماذا؟ توازن حراري، في حالة توازن حراري. المركبة الحرارية للطاقة الداخلية أي تغير الطاقة الداخلية للجملة. لاحظ في المثال الأول هذا نؤثر بقوة على الطرف السفلي لنابض، لاحظ الطرف السفلي لنابض نؤثر عليه بقوة أي لنابض مرن مثبت شاقوليا، فنجد أن طوله يزداد، طول تاعو كي نجبد النابض من تحت هنا طول تاعو شي صارالو يزداد، وعند تحريره نلاحظ أنه يستعيد شكله الأصلي، يعني نحكم هذا الرسول النابض هذا منا نأثر عليه بقوة أي يستطيل النابض يهبط لتحت طول تاعو يزداد قال. ومعد كي نحرر النابض من هذا الوزن اللي راه فيه يستعيد شكله الأصلي. إذن القوة الخارجية المؤثرة على النابض قد جعلت الطاقة الداخلية له تتغير من أجل استعادة شكله الطبيعي، حيث تعمل القوى الداخلية أي توتر النابض على استعادة الشكل الطبيعي له بتوظيف هذه الطاقة المخزنة، يعني من الذي جعل الرسول يرجع إلى أصله هي هذه القوى الداخلية أي اللي نسموها توتر النابض، هي اللي تعمل على استعادة الشكل الطبيعي للنابض أي بتوظيف ماذا؟ الطاقة، هذه الطاقة المخزنة. لو جينا ندير الحصيلة الطاقوية لهذا، ها هي الحصيلة الطاقوية للجبل أي EPE طاقة ثقلية طاقة كامنة المولونية واحد و EPE اثنين، أي أن لاحظوا أنه يزداد الطول، تزداد كين يستطيع نجيب دور الرسول تزداد الطاقة، أي هنا كين زيادة هنا فأراه في المحيط الخارجي. إذن ما هي ماذا نستنتج من هذا المثال؟ نستنتج أن عمل القوة الخارجية يؤثر في الجسم المرن ويشوه شكله، يعني يشوه له الشكل تاعه، أي عامل القوة الخارجية يؤثر في الجسم المرن ويشوه شكله. كذلك عملية تشويه الشكل تخزن طاقة داخلية، يعني هنا في الحالة هذه كي نجبد الرسول النابض هذا تحول عن طريق عمل القوة الداخلية إلى طاقة حركية من أجل استعادة الشكل الطبيعي للجسم. نشوف كذلك بعض الأمثلة الأخرى، مثلا عند جر صندوق حديدي على الأرض بشدة واش تلاحظ؟ نلاحظ أن درجة حرارته ترتفع، درجة الحرارة تاعو ترتفع، مثلا الفرمالة بشدة على مكابح السيارة، يعني واحد يفريني بشدة في السيارة يعني اللي تكون تسير بسرعة كبيرة، هنا واش يصير؟ تضغط أقراص المكابح بشدة على العجلات فترتفع درجة
حرارتها. مرات كي فريني كاميو ولا سيارة أمامك تشم ريحة الفرانات هذوك، هذوك منين جاية؟ جاية من هذا ارتفاع درجة الحرارة. أي ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج أنه عندما تقوم قوة معينة بعمل ما فإنه يمكن لها أن تغير من الطاقة الداخلية للجملة. أي نعود، عندما تقوم قوة معينة بعمل ما فإنه يمكن لها أن تغير الطاقة الداخلية للجملة، ويظهر ذلك على شكل ارتفاع في درجة حرارتها. يظهر على شكل ارتفاع في درجة حرارتها. التفسير المجهري لدرجة الحرارة. نعطي الآن بعض الملخصات حتى ندخل في محتوى الدرس. عندنا مثلا عندنا التوازن الحراري. التوازن، ما هو التوازن الحراري؟ هو الحالة التي يكون فيها للجسمين المتلاصقين فيزيائيا درجة الحرارة نفسها، كما كنا شفنا سابقا في المثال. هو الحالة التي يكون فيها للجسمين المتلاصقين فيزيائيا درجة الحرارة نفسها. درجة الحرارة، درجة الحرارة، درجة الحرارة، ما هي درجة الحرارة؟ هو مقياس لمتوسط طاقة حركة جزيئات المادة. هو مقياس لمتوسط طاقة حركة جزيئات المادة. ما هي الحرارة؟ الحرارة، الحرارة هي الطاقة الحرارية المتنقلة بين الأجسام، هي الطاقة الحرارية المتنقلة بين الأجسام نتيجة للاختلاف في درجة حرارتها، وتقاس بماذا؟ بالجول، لأن هي الطاقة عفوا الطاقة الداخلية، الطاقة الداخلية. شو جبناها من التوازن؟ درجة الحرارة، الطاقة الداخلية، هي ما هي؟ مجموع طاقة الحركة وطاقة الوضع لجزيئات المادة. هي مجموع طاقة الحركة وطاقة الوضع لجزيئات المادة. إذن كيف تنتقل الطاقة بين الأجسام؟ ينتقل جزء من الطاقة بواسطة التصادمات بين جزيئات المادة. قلت ينتقل جزء من الطاقة بواسطة تصادمات بين جزيئات المادة ذات طاقة الحركة الأعلى، وجسيمات المادة ذات طاقة الحركة الأدنى، حتى أن يصبح متوسط طاقة حركة جميع الجزيئات متماثلا، وهو ماذا؟ وهو التوازن الحراري. الحرارة هي عبارة عن حركة الجزيئات التي تشكل المادة. ما معنى هذا؟ لاحظ هنا في هذا الوعاء، لاحظ هنا في الجسم هذا، هنا جزيئات المادة ذات طاقة الحركة الأعلى، لاحظ لاحظ أسهم تحا طويلة على هذه، هذه جزيئات المادة ذات طاقة الحركة الأعلى، وهذه جسيمات المادة ذات طاقة الحركة الأدنى. شوفوا مثال الآن، شوفوا مثال آخر حتى نفهم أكثر إن شاء الله. نضع اليد اليمنى في إناء يحتوي على كمية من الماء به محرار، أي ترمومتر نعبر به درجة الحرارة، يشير إلى القيمة ثيتا 1 تساوي 20 درجة مئوية. واليد اليسرى في إناء آخر يحتوي على كمية من الماء به محرار يشير إلى القيمة ثيتا 2 40 درجة مئوية. يعني لاحظ هنا نرسمتهم إناءين، اليد اليمنى نديرها في الإناء هذا درجة حرارة تاعو ثيتا 1 تساوي 20 درجة مئوية، واليد اليسرى نديرها في هذا الإناء اللي درجة الحرارة تاعو 40 درجة مئوية. يعني هنا
أعزائي الطلبة، كيف يمكننا التعبير عن إحساسنا؟ لاحظوا كامل باللي الإناء اللي فيه 20 درجة بارد بالنسبة للإناء الآخر اللي فيه 40 درجة. يعني كي نديرو يدنا اليمنى هنا نحسوا باللي هذا الإناء، إناء نقولوا نسميه رقم 1 وهذا الإناء رقم 2، يعني هذا الإناء 1 بارد بالنسبة للإناء رقم 2، هذه كامل نعرفها. لكننا أعزائي يمكننا التعبير عن هذا الإحساس بطريقة أخرى. ها يعني الطريقة الأولى كامل الناس تقولها هذا بارد على هذا، بصحنا كدارسين طلبة ندرسوا في العلوم الفيزيائية، رانا ندرسوا في مجال الميكانيك والطاقة، نعبروا عنها عن إحساسنا بطريقة أخرى، أي أن جزيئات الماء التي درجة حرارتها أي ثيتا 2، جزيئات الماء التي درجة حرارتها ثيتا 2 وهذه ثيتا 1 تتحرك بسرعة كبيرة، هذه تتحرك بسرعة كبيرة من جزيئات الماء التي درجة حرارتها ثيتا 1. إذا نتحسس لهذه السرعة بحواسنا على شكل ماذا؟ على شكل حرارة. كي نحطوا يدنا هنا ونصيبوا باللي هنا سخونة على هذه، يعني هنا نعرفوا باللي باللي هنا جزيئات الماء تاع هذا راهي تتحرك بسرعة كبيرة. هذا واش ما واش نقصدوا بكلمة يعني هذه سخونة على هذه، هذه شديدة الحرارة على هذه، أي درجة الحرارة هي الوسيلة التي نقيس بها حدة الحركة. نعاود، درجة الحرارة هي الوسيلة التي نقيس بها حدة الحركة، أي أن الماء الذي درجة حرارته 20 درجة مئوية، لكم شوفوا ثيتا 1، تكون حركة جزيئاته أقل من حدة حركة جزيئات الماء الذي درجة حرارته 40 درجة مئوية. إذن ماذا نستنتج من المثال هذا؟ أن الحرارة هي عبارة عن حركة الأفراد الكيميائية التي تشكل المادة. كلما كانت الحرارة كبيرة كلما كانت حدة الحركة في المادة كبيرة. إذن درجة الحرارة هي الوسيلة المستعملة لقياس حدة الحركة داخل المادة، يعني أن درجة الحرارة هي مقدار يعلم، يعلم ماذا؟ يعلم عن ماذا؟ عن الحالة الحركية للجسيمات المكونة للجملة. هذا هو نقصد بكلمة درجة الحرارة، هي مقدار يعلم، يعلمنا عن الحالة الحركية للجسيمات المكونة للجملة. يعني تكون درجة الحرارة مرتفعة يعني الحالة الحركية للجسيمات تاع هذه الجملة راهم النار شاعلة فيهم، تكون حالة باردة راهم جامدين، راهم داو يجمدوا. كلما ارتفعت درجة حرارة الجملة زادت سرعة جسيماتها. هذه ديرها مليح في راسك من اليوم وصاعدا، حط هذه الجملة في راسك، هذه هي خلاصة الدرس. كلما ارتفعت درجة حرارة الجملة زادت سرعة جسيماتها. هذا يعني ماذا؟ أي زيادة في ماذا؟ في طاقتها الحركية. زيادة في طاقتها الحركية، يعني طاقتها الحركية شكون؟ سي ام ميكروسكوبيك، سي ام لينيرجي سينيتيك ميكروسكوبيك، الطاقة الحركية الميكروسكوبية للجزيئات. ارتفعت درجة الحرارة، هذه زادت، نار شعلت فيها زادت، نقصت درجة الحرارة، الطاقة الحركية نقصت. هذه هي خلاصة الدرس، هذا واش تحط في راسك من نفس صعيدا. نعود الآن إلى المركبة الحرارية للطاقة الداخلية، حيث من قبل كنا ذكرنا المركبة الحرارية للطاقة الداخلية، أي كنا ذكرنا تغير الطاقة الداخلية لجملة. الآن نعطي تعريف المركبة الحرارية للطاقة و
نتزود إن شاء الله ببعض الأمثلة. إذن للطاقة الداخلية عدة مركبات تتعلق بالطاقة الحركية الميكروسكوبية والطاقة المرتبطة. لازم لك تفرق بين الطاقة الحركية مثلا حركة عربة وبين الطاقة الحركية الميكروسكوبية. أهم هنا لينيرجي سينيتيك ميكروسكوبيك. كي تصيب ميكروسكوبيك يعني هنا رانا نتكلموا على حركة الدوزيئات. لازم تفرق بين هذه وهذه. إذا نعاود بالطاقة الحركية الميكروسكوبية والطاقة المرتبطة بالتأثير المتبادل بين جزيئات الجملة أي الطاقة الكامنة الميكروسكوبية يعني EPM ميكروسكوبيك. ها EPM ميكروسكوبيك وكنا تكلمنا على هذا في فيديوهات سابقة لسبقت هذا. حيث تمثل الطاقة الحركية المجهرية للجسيمات والمرتبطة بدرجة الحرارة المركبة الحرارية للطاقة الداخلية. أي تنتج هذه المركبة عن ماذا؟ عن الطاقة الحركية والكامنة للجزيئات. كي نقول كلمة المركبة الحرارية للطاقة الداخلية نعني بها أنها هذه اللي ذكرتها تنتج عن الطاقة الحركية والكامنة للجزيئات المشكلة للمادة وهي تتعلق بماذا؟ تتعلق بحالتها الحرارية. تتعلق بحالتها الحرارية. لاحظ المثال الذي هو أمامك. ها؟ لاحظ هنا عندنا جسم بارد. لاحظ بارد. لاحظ المحرار لو ترمومتر وين راه. ولاحظ هنا عندك جسم ساخن. لاحظ المحرار وين راه. لاحظ انتقال الحرارة. هاو السهم انتقال الحرارة حيث هذه الدويرات سواء كانت ذرات أو جزيئات. إذن ارتفاع درجة حرارة الماء تجعل كما تلاحظون لهن تجعله في حالة بخار. تجعله في حالة بخار حيث تنتقل الجزيئات الغازية عشوائيا في جميع اتجاهات وتزداد طاقتها الحرارية. يعني تبدأ عشوائية هكا صار كما مثلا سوق ولا كش مكان بانيكا ولا تبانيكا بدأت الغاشي داخلة في بعضها بعض. هكذا صار لها هذا عفوا الجزيئات الغازية تبدأ عشوائيا تضربها كذا تصنب في بعضها بعض كذا ودي طاقة على منطاق والهربة تسلك في جميع الاتجاهات وتزداد هنا تزداد طاقتها الحرارية. هذا وش نقصده به؟ هذا يعني تغيير في درجة حرارة الجملة. ها؟ أي تغيير في درجة حرارة الجملة يؤدي إلى ماذا؟ قلت أي تغيير في درجة حرارة الجملة يؤدي إلى تغير طاقتها الداخلية اللي هي إلى طاقتها الداخلية. وقتاش تتغير الطاقة الداخلية؟ كي تتغير درجة حرارة الجملة. حطها في راسك هذه سكنها أنا في راسك. الطاقة الداخلية تتغير عندما تتغير درجة حرارة الجملة. تتغير الطاقة الداخلية للجملة إذا طرأ عليها أي تحول كيميائي أو نووي. ها؟ نعود تتغير الطاقة الداخلية للجملة إذا طرأ عليها أي تحول كيميائي أو نووي. في التحول الكيميائي يحدث ماذا؟ تغير في الجزيئات. يحدث تغير في الجزيئات. أما في التحول النووي يحدث تغير في أنوية النواة. وهذا ما سنراه بإذن الله السنة القادمة السنة الثالثة ثانوي الوحدة الثانية إن شاء الله التحولات النووية. أي نستنتج مما قلناه ترتبط الطاقة الداخلية للجملة بحالتها المجهرية. كما تتغير الطاقة الداخلية للجملة بتغير حالاتها الفيزيائية أو الكيميائية أو النووية.
يعني بالنسبة للفيزيائية قلت لكم باللي تتغير الطاقة الداخلية للجملة إذا طرأ عليها، قلت لك تتغير في يعني أي تغير في درجة حرارة الجملة يؤدي إلى تغير طاقتها الداخلية، هذه هنا الحالة الفيزيائية. أما بالنسبة للحالة الكيميائية أي يحدث تغير في الجزيئات، والحالة النووية يحدث تغير في أنوية النواة. التغيرات الحادثة للطاقة الداخلية للجملة مهما كان شكلها تتعلق بحالتها الحرارية، يعني مهما كان الشكل بتاعها تتعلق بحالتها الحرارية. إذن رأينا أن تغير الطاقة الداخلية للجملة أثناء تغير الشكل أو تغير درجة الحرارة يحدث هذا عن طريق ماذا؟ عن طريق عمل قوة معينة، عن طريق عمل قوة معينة أي W، تحويل أي تحويل ميكانيكي. هذا التغير يرافقه تبادل الحرارة مع الوسط الخارجي، تبادل الحرارة مع الوسط الخارجي. إذن نكتب تغير الطاقة الداخلية لجملة بالشكل التالي، أي دالتا كي نسيبو كلمة دالتا يعني تغير في الطاقة الداخلية يساوي أي العمل أو التحويل الميكانيكي زائد التحويل الحراري. أي إذا كان التحويل الميكانيكي زائد التحويل الحراري أكبر من الصفر، يعني تغير في الطاقة الداخلية أكبر من صفر، فإن الجملة هنا تكتسب طاقة من الوسط الخارجي. يعني إذا صبنا هذه القيمة موجبة هنا نعرف أن الجملة تكتسب طاقة من الوسط الخارجي. أما إذا صبنا هذه القيمة سالبة أقل من صفر، أي تغير الطاقة الداخلية أقل من صفر، فإن الجملة تفقد طاقة يكتسبها الوسط الخارجي. أعزائي الطلبة، كما سبق لي وأن قلت لكم في بداية الفيديو أن هذا الفيديو الثامن هو آخر فيديو بالنسبة للدرس، لدروس الوحدة الأولى. إذا اقتضى الأمر بإذن الله وأضفنا أو أضفت بعض الفيديوهات ستكون في خاصة بحلول بعض التمارين. إلى أن ألتقي بكم أعزائي الطلبة في فيديوهات أخرى بإذن الله، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.